مفهوم الكلام؟ فلنفترض المريض المحروق، المنطقة المحروقة، كنا نعرف لما واحد منطقة تحترق راح تورم، فهاي الكابيلاريز اللي موجودة بهالسلايد اللي دا تشوفوها راح يصير بيها توسع. فنشوف هذا السلايد الآخر، نتخيل هذا كروس سكشن بهاي الكابيلاريز اللي موجودة بالدرمس في صفقتين أسطش، فيصير بيها دايليتيشن. صوت واضح؟ نعم دكتور، وياك. فأكو بالكابلاريز عندي الفنستريشنز أو البورز أو الانترديجيتال جونكشنز، هاي تشوفوها، هاي كلها تتوسع خاصة هاي البورز خلال سبب الحرق. طبعا الحرق بي زونز أوف إنجري، عندنا السنترال زون اللي هي الماكسيمم دامج اللي هتكون مفحمة، يعني منطقة حرق لنفترض درجة ثالثة تفحم سودة، هاي ما عندي لا عندي كابلاريز ولا هو، كلها محروقة ومتفحمة، بس داير مدايرها عندي هاي المنطقة الحمراء المتورمة، مفهوم؟ أو واحد لنفترض حرق درجة ثانية، هو من قاعة درجة ثانية مو درجة ثالثة، يصير عندي هاي دايليتيشن بيه، تشوف المنطقة المحروقة مورمة وحمراء ودا تنضح. ليش دا تنضح؟ لأنه هاي الكابلاريز هالفنستريشن أو البور راح تتوسع. لما تتوسع شكو شيء موجود بداخل الكابلاريز راح يطلع برا. لما يطلع برا وين؟ إذا هو الجرح اللي نفترض هنا راح يطلع برا للجو. لهذا السبب نشوف إحنا المنطقة المحروقة تنضح سوائل خاصة بأول يومين، مفهوم عيوني؟ وأيضا وين تروح هاي المناطق هاي من الانترافاسكولار كومبارتمنت؟ تروح للانترستيشيوم فتسوي لي إديمة. لهذا السبب الإيد المحروقة تورم، الرجل المحروقة تورم، مفهوم شنو هسه سبب مات البيرن سوالينج؟ هل فنستريشنز أو البورز تتوسع أول 8 إلى 12 ساعة، ورا 8 إلى 12 ساعة تقوم تنزل تنزل تنزل، يعني تصغار لحين ما ترجع للطبيعي خلال يومين ثلاثة، مفهوم؟ مفهوم جدا. لهذا السبب إذا مفهوم هسه أنا أسألكم، يعني بمعنى أنه المريض المحروق هذا اللي عنده هاي الفنستريشنز أو البورز اللي متوسعة، أنا أنطي سوائل هواية بالبداية من الحرق لو أنطي سوائل قليلة؟ بداية هواية. ليش هواية؟ مو هاي أنا أنطي سوائل هواية، هاي راح تروح المغذيات راح تروح للإنترستيشام وتطلع بالجو، فايش أسوي؟ أنطي قليل أو أنطي هواية؟ أنطي قليلة حتى ما تزيد الأدمة. الجواب هو الدكتور اللي حكى بالبداية اللي أنطي هواية، لأنه إذا أنطيناه قليل اللي تعليل اللي جبتي على بدون ما أزيد البرن إديمة راح يصير عندي رينال شت داون، مفهوم؟ فلازم ننطي احنا السوائل هواية بالعكس نعوض عن السوائل اللي يفقدها برا ودي يفقدها بالبرن إديمة مثل ما سمعت الدكتور قال. فلازم ننطي هواية. ليش؟ لأنه احنا راح نعرف انه هي هاي بداية معظمها راح يروح للانترستيشن وبرا، بس احنا شنو ننطي على مود يعوض على مود السيركوليشن شبي يبقى محافظ للبرين وللكدني وغيره، مفهوم؟ هاي المهمة الأولى اللي عرفناها، النقطة الأولى بناحية المغذيات إنه أول 8 ساعات لازم ننطي كميات كبيرة، بينما ورا يوم لا نقوم نقلل بالكميات. فإذا سامعين بالفلو الثربي إنه إحنا نبدي فورميلا معينة ننطي كميات كلش كبيرة، بس وراها نقوم نقلل، نسميها المنتيننس. ليش نقلل؟ لأن الفنستريشنز أو البورز راح ترجع طبيعي. أوكي؟ تمام دكتور. الملاحظة المهمة الثانية إنه هاي الفنستريشنز أو البورز من ما هلقت هي متوسعة حتى البلد ده يطلع برا. الأر بي سي هي من قاعها هي والبليتلت صغيرة، الوايت بي سي كبيرة وتطلع برا. الألبومين، الإميونوغلوبيولين، يعني حتى الهاي موليكولر ويت سبستانس راح تطلع لي برا بالإنترستيشن. فهمتوا؟ المشكلة وين؟ إنه هاي الفنستريشنز أو البورز ورا 12 ساعة إلى يوم مو راح ترجع طبيعي. لنفترض هنا تشوفون هذا المؤشر مالتي مال السهم لما أحرك على السلايد، لو ما تشوفوا
شوفها دكتور شوفها. وده هاي هنا لما ديت يطلع لي من الانترافاسكولار وطلع بالانترستيشيوم افرض طلع الالبومين او الجلوبولين او غيره اني هاي مولكيولر ويت سبستنسز ورا 12 ساعه 24 ساعه هل الفنستريشنز او البورز راح ترجع طبيعيه. فهاي لما تبقى بالانترستيشيوم ما راح تقدر تدخل مره ثانيه للبصل راح تبقى بالانترستيشيوم. شنو هي الهاي مولكيولر ويت سبستنسز؟ لما تبقى بالانترستيشيوم وهاي انسدت الفتحات يصير هنا البرجر مالتها عالي الازموتيك برجر يقوم بتمصلي فلويد تورد ذا انترستيشيوم تورد اتسلف تمصلي فلويد من هاي الخليه ومن هاي الخليه ومن هاي الخليه ومن الخلايا الدائره ما دايره فتزيد لي البيرن اديمه. فهمتوا هاي النقطه مهمه جدا. فهمتوها عيوني؟ اي نعم دكتور واضح. جيد زين هسه انا اسال سؤال يعني بمعنى انه هلا بياسر الوحيد اللي فتح الفيديو بمعنى انه هذا المريض المحروق بمعنى انه هذا المريض المحروق اذا انا انطيته لنفترض بلد او انطيته بلازما هذا البلد بالبدايه او البلازما راح يطلع بالانترستيشيوم صح؟ فلما طلع بالانترستيشيوم ورا يوم يومين لما هاي تنسد الفتحات راح تبقى بالانترستيشيوم هالمواد وتزيد لي البيرن اديما. اذا هاي غلط. فهمتوا كلامي؟ اذا من هذا السايد احنا راح نعرف حقيقه انه المريض المحروق ما يصير انطيه هاي مولكيولر ويت سبستنس باليوم الاول او خاصه باول 8 الى 12 ساعه. يعني يحتاج بلاد أأجلها أنطريا ثانية مفهوم؟ بلازما أأجلها البومين أأجلها دكستران أأجلها مانيتول أأجل كل من الفلويد اللي هي هاي مولكيولر ويت سبستنس ما يصير أنطيها بأول 8 إلى 12 ساعة والأفضل والأأمن ما أنطيها بأول يوم شو موازيني أنطيها بثانية مفهوم؟ قولوا لي مفهوم لو لا على مود لان ما اعرف سرعه النت عندكم قضيه نعم نعم دكتور واضح مفهوم يعني شوف هسه لنفترض مريض بالجراحه العامه عنده نزف لاي سبب ما شنو افضل فلويد تنطي هو ده يفقد بلد شنو افضل فلويد تنطي بلد تمام المريض المحروق هو ده يفقد هذا المصل ده يفقد السيرم هذا السائل الاصفر ده ينضحه فالمفروض افضل فلويد ننطيها هي البلازما مو لوجيك صحيح صحيح المفروض لكن هو غلط ما المفروض اني انطي بلازما باول يوم ليش لانه راح كل يعني... تطلع بالانترستيشيوم وتزيد لي البير قديمه هسه فهمنا هاي النقطه مهمه نجي واحد يسأل روحه ويقول سوت يعني وإذا زادت البرن ديما واحد إيده محروقة خلي تورم زايد إيده رجلة محروقة خلي يورم زايد إنه شافوا المشكلة وين لما هاي الهاي مولكتوريت سبستانس فور اكزامبل الالبومي لما يزداد بالانترستيشيوم بكميات كبيرة راح تصير الإديمة not involving the burned area only وإنما صير generalized إديمة راح أعيدها بأسلوب آخر لنفترض واحد إيده محروقة يعني الأبر لم سبب إنه إحنا نطيناه فلويد غلط بالبومين بالجلوبولين بالسوالف راح الإيد كلها تورم راح تموت ليها وإذا ورمت رجلة محروقة ميناتهم الثاي والليج راح يورمون هم مو مشكلة بس لما يجيني واحد مريض محروق بوث لور لم يعني الثاي 9 والليك 9 وهاي 9 ب 9 يعني 9 في 4 36% البيرن إديمة راح تصير مو فقط بالليك والثاي وانما تصير جنرالايز إديمة ومن الممكن انفولف بالمنري إديمة يصير عنده ضيق نفس يموت افتهمتوا الفكره دكتور بس عيدها يمكن يعني دكتور يدخل هارت فيلير يصير بالنار إديما هارت فيلير ديسنيا طبعا ليش؟ لأنه كمية
الهاي مولكيولار سبستانس الالبومين الجلوبولين وغيرها اللي طلعت برا بالانترستيشيوم صارت الى درجه بسبب كثرها صار ان التاثير مالتها جنرالايزد وليس لوكالايزد. يعني ما راح تسبب لي اديما اوف ذا بيرند اريا، وانما الاديما ويل انفولف ا نون بيرند اريا فور اكزامبل بالمناري اديما. دكتور هاي بحاله انه الحرق يعني شيء يشمل ايش قد بالمية؟ هو ان شوي شوي دا اجيكم ليش انا شبهت لكم مال الرجل الاثنين الثاي والليج والثاي والليج 36، انه شافوا انه لما الحرق 30% تي بي اس اي فما فوق من الممكن ان يصير عندي شنو اديما انفولفنج ا نون بيرند اريا اللي هي مثل ايش البلمونري اديما. اذا بمعنى انه انا اي حرق اكثر من 30% تي بي اس اي، اقصد بكلمه تي بي اس اي يعني توتال بودي سيرفيس اريا، فاي حرق اكثر من 30% احنا نسميه سيفير بيرن. ليش؟ لان ممكن ان يموت الانسان. يعني اعطيه البومين وهاي مفهوم الكلام عيوني؟ ها عيوني؟ اشتري يعني نقوم نعطيه البومين بهاي الحاله؟ مثل هي هذا السبب اني دا اقول لك اني لازم ما ننطي لا البومين ولا البلازما ولا بلاد ولا شكو هاي مولكيولار سبستانس سوليوشن ما ننطيها باول يوم. ليش؟ لان راح اني ازيد الريسك مالتي. مفهوم؟ مفهوم واضح. اذا هسه مثل ما مكتوب بالسلايد الالبومين الدكستران بلازما فريش فروزن بلازما بلاد ااجلهم دول كلهم باليوم الثاني يلا انطيهم كله. باليوم الاول انطي الفلويد مالتي اللي اسمه مال بارتلاند فورمولا اللي هو اليوم المحاضره مالتنا اللي هي الرينجر لاكتيت او الرينجر. مفهوم الكلام عيوني؟ هسه نجي على من على كلمه صوديوم والبوتاسيوم. السؤال هنا هاي الكابيلاريز يعني الانترافاسكولار كومبارتمنت اذا حللت السيرم صوديوم تتوقعون ايش قد النتيجه تطلع لي النورمال ليفل اوف سيرم صوديوم؟ يعني هايبونسريميا. لا ايش قد نورمال ليفل اوف سيرم صوديوم؟ 135 ل 145. انا سمعت بس صوتين دول اثنيناتهم يطلبوني نساتين من اصل 39 135 الى 145 خلينا نقول هاي اللي يكون من الثير لتر هاي النورمال سيرم ليفل اوف صوديوم. تمام تمام. بينما بداخل الخليه ايش قد السيرم ليفل اوف صوديوم؟ كلش قليل، 3 ما ادري 5 ما اعرف، كلش قليل. ليش هذا الصوديوم عالي جدا؟ لانه هو اكسترا سيلولار. تمام. عكسه بالضبط البوتاسيوم. البوتاسيوم هو mainly intracellular بداخل الخلية كلش عالي، بينما خارج الخلية تقريبا 3.5 إلى 5. مفهوم عيوني؟ هاي نورمال. ليش الصوديوم عالي برا والبوتاسيوم هو عالي؟ لأنه لا تذكرون الصوديوم بوتاسيوم شانل يطلع لي 3 صوديوم يطبب لي 2 بوتاسيوم. ليش عندي صوديوم بوتاسيوم شانل؟ ما أدري، هو الله يجعل. مفهوم الكلام؟ مفهوم. هسه نيجي السؤال، هذا سيرم ليفل اللي قلنا 135 إلى 145 بسبب هاي ان هسه المريض محروق، هاي الفنستريشن او البورز انفتحت وقلنا كل الامه تطلع برا بالانترستيشن، يعني معناها الصوديوم ايش بيه يطلع قل. صح؟ صح. اذا نتصور انه لما احلل للمريض المحروق السيرم صوديوم لوجيكلي راح يا قليل لو هوايه قليل هايبونترينيا. ليش يقولون؟ لانه البيلوست ان ذا انترستيشن فلويد. ليش لوز؟ لانه عندي زياده بالكابيلاري بيرميبيليتي باول 12 ساعه. مفهوم؟ واضحه ولطيفه وسهله. زين نيجي على البوتاسيوم. البوتاسيوم داخل الفصل ايش قد قلنا؟ 3.5 إلى 5 تقريبا. البوتاسيوم هو هم حاله حاله صوديوم، هم يطلع برا. مفهوم؟ فالمفروض لوجيكلي هم نشوفه اون لو سايد، المفروض هايبوكاليميا. لكن بس هو راح يكون زايد لانه السيل ديستركتد والبوتاسيوم يطلع ورده. لما نحلله نشوف السيرم بوتاسيوم ايش بيه عالي. ليش عالي؟ لانه بده يطلع لي من داخل الخليه للخارج، فهو صح ده يطلع لي اللي برا بالانترستيشن، بس هواي ده يجيني من هاي الدمج سيل من دم سيل. زين ليش ده يطلع من الخليه؟ لانه ديو تو ذا بيرن، او احنا موضوعنا بيرن.
مفهوم الكلام؟ إذن بالبوتاسيوم يصير عندي هايبركاليميا. ليش هايبركاليميا؟ لأنه due to the cell destruction. مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم. زين. هسه السؤال يعني واحد لنفترض محروق الأصبع مالت الفنجر. يعني أحلل السيرم صوديوم ألقى ناصي والسيرم بوتاسيوم ألقى عالي؟ لا. محروق الإيد صار عندي هايبوناتريميا وهايبركاليميا؟ لا. محروق الأبر لم بيها مجال يصير. لهذا السبب إنه شافوا مو كل مريض يصير عنده إلكترولايت تشينجز. هم فقط اللي حروقهم 10% فما فوق بالأطفال أو 15% فما فوق بالكبار. ولهذا السبب هم دول الإنديكيشن من هوسبيتال أدميشن. افتهمت عيوني؟ نعم بس. نعم. أعيد تكرير الجملة. يعني هسه الإنديكيشن للهوسبيتال أدميشن. شن هي الإنديكيشن هوسبيتال؟ هي نسبة الحرق. كل ما واحد نسبة الحرق مالته عالية هذا يستوجب صح؟ جد النسب الأطفال ما يتحملون 10% فما فوق يحتاجون من children. وأقصد كلمة أطفال children يعني أقل من 10 سنين بس يقولون 12 سنة. وبالكبار 15% فما فوق TBSA. هذول أنا أخاف الجسم ما يقدر يسوي الكمبنسيشن المضبوط. ممكن يصير عندهم electrolyte changes, ممكن يصير عندهم renal shutdown, يحتاجون IV fluid therapy. مفهوم؟ أما أقل واحد محروق بس الأصبع أو محروق بس الهاد أو بس الفورآم أو الآم هاي ما يحتاجون فلويد ثيرابي يشرب كل شيء. مفهوم عيوني؟ نعم دكتور. تشوفون أنتوا بالكتب مثلاً موجودة عندكم بالجراحة العامة مثلاً يقول لك كلمة كريستالويد وكلمة كولويد. تمام؟ لما تشوفون كلمة كريستالويد يعني نقصد بها شلون مثلاً النورمال سلايد لوكوز ووتر رينجر يعني بي كلها إلكترولايتس ما بي هاي مولكيولر ويت سبستنس لازم لكن لما أقول كلمة كولويد لا هاي بي هاي مولكيولر ويت سبستنس مثل إيش البلد البلازما البستان الفامين فامين إذا تذكرون أكو بالا اسمها فامين مال فاتيس مفهوم هذني هذول كلهم هاي مول يسموهم كولويد سوليوشن. إذا نساني لا أقول لك سؤال أو حتى لك يقول لك يصير هل صحيح انه انا انطي للمريض المحروق بالبدايه كولويد؟ ما يقول لك يصير انطي دم، يجوز يقول لك يصير انطي كولويد ولا لا اجلها ثانيا. وعرفنا هسه ليش ما يحتاج اي تراب. نقول على السلايد الاخر كل الحكي اللي حكيته مفهوم؟ احد عنده سؤال مهم ترى هذا الموضوع. واضح كل شيء دكتور واضح جيد. أنا من كل ساعة أسوي هذا قبول فإذا أتأخر عليكم. هسه نجي هذا المريض المحروق أريد أحسب له النسبة مالته مالت الحرق على مدى أحسب الفلود. أنا شنو اللي حدد لي أقول إنه هذا المريض أنطيه مثلا 20 بطل مغذي وهذا المريض أنطيه مثلا 10 بطل مغذي. غير أسوي فت فورميلا وأشوف شنو اللي حدد لي إيش تتوقعون؟ أكيد السيرفس أريا مال المنطقة المحروق صح؟ صح. وعشني العوامل اللي على ضوئها أنا نحدد كمية مال المغذيات اللي أنطيها غير السيرفيس الويت والويت الويت إكسلنس يعني واحد اللي وزنه كبير أكيد هذا يحتاج فلويد أكثر يعني نفترض واحد محروق إيديه ورجليه ووزنه 30 كيلو وواحد محروق نفس الشيء إيديه ورجليه بس وزنه 80 كيلو محرك ضخم هذا يحتاج فلويد أكثر مع أن هي نفس السيرفيس هذي هاي صار عاملين يعني total body surface area اللي لازم نعرف شو نطلعها والعامل الآخر اللي هو الويتس الويتس الكي جي يعني شلون أعرفها لو المريض يعرف الوزن ما تجد أو أنا المفروض عندي ميزان وأقيس بعد شنو العوامل اللي من أن تحدد لي ال هذا أسمع الأيج كلامك صحيح بس هو له علاقة بالوزن وأكو علماء اثنين واحد اسمه لاند أند برودر ودخل العمر بالموضوع بس هو بشكل غير مباشر له علاقة بالوزن صحيح كلامك مضبوط دكتور بعد شنو عوامل الأخرى أكثر degree of burn
degree of burn عاشت إيدك بس هي خطأ بس هي زين أنت ثرتي هاي النقطة ذكرتيني الـ degree of burn لنفترض إنه واحد محروق درجة أولى درجة أولى يعني شون يعني بس مجرد إحمرار لا عنده فقدان مال سكين ولا إبيديرمس ولا إيش مثل ما واحد يش بس لهدى على السريع وأبد ما انقشط من عنده أي شيء ما حرق درجة أولى أو مثل ما واحد sun burn ضربة شمس واحترق يعني بس احمر هذا نهائيا ما يحتاج اي فلويد عسى ما محروق كل جسمه هذا ما مشمول اصلا بالفلويد الثاني بس شنو سؤالك لنفترض نقول واحد محروق درجه ثانيه وواحد محروق درجه ثالثه لوجيكلي منو تتوقعون يحتاج فلويد اكثر ابو الثانيه اللي واصل لي للدرمس لو ابو الثالثه اللي واصل لي للشحم ده ما تحدد الاماونت اوف فلويد دكتور الثاني لانه الثانيه بيها لوس اكثر هناك صار بيرن كل الكابيلاري اي بس هو الدرجه ما تحدد هو نفس اللوس تشلح كلامكم كله صحيح انه شافوا ككميه مال فلويد كميه مال فلويد هي نفس الكميه اللي يحتاجها انه هذا كل الديرمس طارت الديرمس شبيها بها كابيلاريز كابيلاريز شبيها بها بلد انه شافوا انه هذا راح يفقد البلد بس ككميه الفلويد لنفترض 20 بطل مغذي 20 بطل مغذي هذا يحتاج 20 وهذا يحتاج 20 بس هذا ابو الفول ثيكنس بيرن لازم ناخذ على كل 10% من الحرق العميق بالدرجه الثالثه نضيف له 1 pint blood بمكان 1 pint fluid افتهمتوا الشرح؟ لو صعب لو نعطي مثال تفهموا أكثر ممكن توضحها دكتور؟ باعوا لنفترض واحد محروق اللور لم اثنينات الليق بثاي الليق بثاي رول اوف ناين يعني 9 9 9 9 ايش قد هاي التسعة كلها تسعات 36% صح؟ هل التسعات كلها البوث ثاي سكند ديجري بير والليج واحدة الرايت ليج همتين سكند ديجري بير بس الليفت ليج شبيهة فول ثيكنس بير درجة ثالثة هاي الليفت ليج أم الفول ثيكنس بير اللي هي 10% أخت 9% هذا راح يحتاج لي لنفترض احنا حسبنا هاي المغذيات اللي يحتاجها المريض لنفترض هنجيها بعدين 10 طالة مغذي رينجر اوكي 10 باينتس لنفترض بما انه محروقه الليفت ليج درجه ثالثه ما انطي 10 باينتس فلويد رينجر لاكتيت مالتي انطي 9 رينجر لاكتيت و1 باينت بلد فهمتوا يعني القاعده اللي تكتبوها او تاكدون عليها هي بالضبط كما يلي فور ايتش 10% فول ثيكنس بيرن وي ماست جيف 1 باينت بلد instead of 1 pint of the calculated fluid. شوفوا ايش قلت اني قلت instead of او replacing تمام يعني بمكانه وليس in addition to فهمت القاعده اذن اللي قلتوا عليه العامل الآخر اللي يحدد لي كمية الفلويد وقلنا هو درجة الحرق هذا غلط ليش غلط؟ لأن الفلويد بالمعظم كله ككمية هي نفس اختلاف بالنوعية النوعية شنو؟ إنه نطينا دم لابو الفول ثيكنس أي واحد فول ثيكنس أنطي دم؟ لا بس 10% إذا كان فما فوق الكل 10% أنطيها 1 بايت محروق 20% فول ثيكنس انطي 2 بوينت محروق 40% فول ثيكنس انطي 4 بوينت فهمتوا القاعده دكتور بس هاي بعد 8 ل 16 ساعه مو ورد عاشتيك هسه جد احكي وهذا البلد مثل ما حكينا ديك هسه انه ما ننطيها باول 8 ل 12 ساعه الامن والاحسن ثاني يوم مفهوم عيوني اذا هسه شنو العوامل اللي تحدد كميه الفلويد برسنتج اوف بن توتال بودي سيرفيس اريا واضحه الوزن والعمر نوعا ما حكينا صح درجه الحرق ما لها علاقه بالموضوع السكس ميل اند فيميل ما لها علاقه بالموضوع
ماكو أي عامل آخر غير بس البرسنتج والويت. أكو عامل أخرى واحد مزود ميشن كونديشن الآن إذا أزيد له الفورميلا مالتي، يعني واحد نعطيته مغذيات بس هو عنده فوميتنج عنده دياريا هذا يحتاج فلويد أكثر، أي متى يغير للفورميلا؟ أنا الفورميلا ثبتها هاي أعطي إن أديشن زيادات مفهوم؟ واحد عرق في صغر وده يعرق يقدرون تكتبوها for each 1 degree centigrade فوق 38 أعطي 1 pint of glucose water أضيف له. الكل درجة حرارية مئوية فوق 38 أعطي 1 pint of glucose water بالإضافة المن للفورميلا مالتي اللي راح نحكيها بعد شوية. زوا عش قد زوا قد غلاس أنطي غلاس واحد مفهوم. نجي هل عامل اللي هو قلنا التوتال بدي سيرفيس أريا شلون أحسبه؟ كل مسامعين بالرول أوف ناين أخذيها بالمحاضرة مالت الحروف وأنا منطيكم إياها بالخامس يمكن رول أوف ناين يعني الهيد أنك 9 بين ان ادلت الابر لم 9 اللور لم 18 يعني ثاي 9 والليك 9 مفهوم. الانتيرير ترانك الصدر 9 والبطن 9 البوستيرير ترانك 9 9 وهكذا جينيتال اريا 1% وها يسموها رول اوف 9 هاي الاول. ثاني واحدة بيشنت هاند تعادل لي تقريبا 1% تي بي اس اي توتال بودي سيرفيس اريا البيشنت هاند. بس بالpatient hand شريتكم تكتبون patient hand وليس الفرعام ولا patient hand with the finger extended and adducted مضبوقة. يعني لما ال finger extended and adducted بهالوضعية هاي تعادل لي 1% من جسمه. يعني أنا هسه إذا أجيب هاي بقيت هاي وأخليها على كل جسمي واحدة بصف اللوخ أصير 100% مفهوم. وجدت أني مكتوب patient hand وليس surgeon hand. يعني نفترض المريض المحروق هو طفل، يعني أنت مو تقول على قد إيدك أنت تخليها على صدره، هو إيدك كلها بقد صدره يقول الطفل كامل، فلازم patient وليس الدكتور أو surgeon hand تعادل لي 1% TBSA مفهوم. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي land and broader chart أطباء اثنين مثل ما الدكتورة دي تسي دخلوا العمر بالموضوع وسووا chart بيهم سموها land and broader chart سنجيبها شوية. ومو الطريقة الرابعة هاي، هاي ملاحظة we should exclude simple erythema يعني we should exclude the first degree burn. هاي first degree burn ما يحتاج fluid therapy. هسه أنا عندي سؤال، هاي patient hand هاي تعادل لي 1%؟ لا لأنه مو adducted. لازم adducted. abducted abducted يعني واسع هاي أكثر من 1% يجوز 2 أو 1.5 مع العلم هاي خليها كتاب جديد. فهاي لما تشوفون هيك خطأ لازم ال hand ويا ال finger extended وليس flexion و adducted مضبوطة أي دبل بي. شوفوا هذا الرول اوف 9 بالادلت يسموه ولص، ولص اسم قديم. انا ما اجيب لك اسئله بس مرات تنسالون خاصه اللي يقدمون على البورد مال البلاستيك يسموه ولص رول اوف 9 اللي هو ان ادلت مثل ما قلتها. شوفوا هسه هاي الهيد اند نيك من قدام ويا الورا كل الهيد اند نيك كامل 9 الابر لم ويا الهان 9 الانتيرير ترانك اكسكلودينج جينيتال اريا 18 9 9 والبوستيرير ترانك including the buttock أماتين 18 اللور لم 9 9 genital area 1% وهكذا. هاي rule of 9 in adult اسمه ولس rule of 9. ليش هاي كلمة in adult؟ يعني معنا بالأطفال يختلفون. كنا احنا نعرف الأطفال نشوفهم راسهم كبير رقبة ما عطهم ورجليهم صغيرة، فبمكان ما الهيد أنك بالأطفال 9 مسويها 18 ومكان مال لور لم بالأطفال المفروض 9 9 18 رجليهم صغار يمسويها 14 يدري بس مو هذا الطفل على ياعم 5 سنين 14 سنين تختلف. لهذا السبب جو اثنين أطباء واحد اسمه لاند اند برودر تشارت وقالوا الاختلافات حسب الأعمار هي مسألة الراس الكبير والصغير ومسألة اللور لم.
وسووا هذا الجدول، يعني أقل السنة إلى عمر السنة إلى عمر الخمس سنين إلى عمر العشر سنين إلى عمر الخمستعش سنة إلى الأدلت. مفهوم؟ مفهوم. رفلي هو يشبه الرول أوف ناين. يعني مثلا خلي نجي على الأريا هاي، خلي نقول هذول الأدلت تشوفون السهم مالتي الأدلت، نجي الهيد نص الهيد، يعني الهيد من قدام أي ومن وراء أي، تمام؟ إيش قد بالأدلتس الهيد 3.5، يعني هاي من انتيريوري 3.5 وكسيرة 3.5 صار إيش قد 7. النيك من قدام 1 ومن وراء 1 2 ويا 7.9 هم صارت مثل الرول أوف ناين. مفهوم؟ بس هي شنو موزعة على الأعمار، وهكذا بالنسبة للور لين. أكو اختلافات، يعني مثلا واحد يقول لك البوتوك 5 اثنيناتهم according to rule of 9، لا I according to land and the product chart. Rule of 9 هي اسمها rule of 9، ما عندهم فتشي اسمها 2.5 ومليش باستثناء genital area اسمها 1. مفهوم؟ الأبر لم تقريبا 9 10 حسب rule of 9. يعني مثلا نجي على الأبر لم، نجي مثلا الارم anterior منها 2 وposterior 2 4 1.5 وهذا posterior 1.5 3 ويا الأربعة شكرا صاروا 7. الهاند انتيرير لي 1.5 ومن وراء 1.5 3 7 و 3 10 تشبه رول أوف ناين، بس شنو أدق. طبعا هاي ما مطلوب من عندكم تدرخون هاي الأرقام، عادة هذا الشارت موجود في معظم طبلات الحروق في معظم مستشفيات الحروق. مفهوم عيوني؟ واضح لو ده؟ نعم دكتور واضح. نعم زين. هذا المرير محروق رأسا ويرسمون هاي مستلمي، هذا مخدر مثل هذا عنده inhalational injury، هاي بلندن inhalational injury، لأن التيم مستلمي هاي المرضى تقسم المناطق المحروقة وبعدين خليها بالكمبيوتر تخزنها، ورأسا يحسبون الفلويد calculation والفيد الكالوريز calculation من البداية according to the land and the product chart وبالcalculation وتحسب كمية الفلويد الثائب. تمام؟ هناك أو هي الفورمولا اللي احنا دا نستخدمها حتى بالعراق اسمها الهارتمان هارتلاند فورمولا، اللي تستخدم للهارتمان سوليوشن. الهارتمان سوليوشن نقصد به الرينجر لاكتيت. مفهوم؟ طبعا اكو كتاب كامل على الفورمولاز مال المريض المحروق الـ IV fluid formulas، ما مطلوب من عندكم بس البوست جراجويت. احنا المطلوب انه المريض نريد نحسب له فورمولا واحده ونبقى لاصقين بيها على مود نبدع بيها وما نفربط بيها، اللي هي اسمها الباركلاند فورمولا، اللي هسه كل العالم بيستخدمه. كان قبل يستخدمون بامريكا باركلاند فورمولا، وبانجلترا يستخدموا الماونت فيرنون او يسموها ميور فورمولا، وحتى لندن غيرت على الباركلاند. مفهوم؟ مع المريض شلون يجلفوه ويوخرون الجلد الزايد والاسسمنت انيشيالي شو صور شو التيم شلون مقابلي. زين هناك لما نفترض الدنيا بارده فيخلون هاي ثيرمال سيلينج على ما يصير عنده يعني كولد انجري وتلاص. هنا أنا suspected inhalational injury بيسوي الاندوسكوبوس. هذا السلايد كلش مهم. شوف هاي كلمة catching up the fluid deficit state. catching up شوف هذا يخلي له مغذي ودي عصره المغذي على مود يمشي زايد. معناها شو؟ معناها المريض المحروق جاي متأخر. مفهوم؟ جاي متأخر يعني شنو نخاف؟ احنا من ايش؟ نخاف من renal failure. أكوت رينال فيبلر نيكروسيز ورينال شداون وغيره. ليش؟ لأنه فاقد سوائل كلش هواية وما محصلي لقنيولة متأخر بطارية، فهي لازم تنفس الخلال أول 8 ساعات نمطي كميات كلش كبيرة. فلما يجينا متأخر لازم هيك نحصر المغذي ونمشي على السريع، يسموه catching up the fluid deficit، يعني لو تلحق لو ما تلحق لو يطرق. مفهوم؟ هسه السؤال إنه هذا المريض المحروق لما أريد أحسب للمغذيات نفترض بأول 8 ساعات
احسب الايام من ساعه الحريق لو احسب الايام من ساعه اللي انا استلمته بالمستشفى. من ساعه الحرق. ساعه الحرق طبعا. وليس زين. لنفترض انا حسبت المغذيات وقلت مثلا خلال اول 8 ساعات هذا لازم انطيه 15 بطل مغذي. لنفترض هذه الساعه لنفترض هسه 11 ل 4 ولا 11 في الليل. واجاني المريض المحروق اجاني الساعه بالعشرة يعني ساعه. بس هو مش وقت محروق من قبل 7 ساعات يعني. مفهوم؟ يعني من الساعة خلينا نقول 6 العصر محروق للسبعة للثمانية للتسعة للعشرة للدعش اجاني الساعة بنفترض هسه 11 خمس ساعات محروق. لازم هل 15 بطلة اللي انطيها خلال بس هالثلاث ساعات لانه يعني محروق من الساعة 6 العصر. فهمت كلامي؟ نعم دكتور. زين انا بثلاث ساعات او بساعة او بساعتين شلون انطي هيك كميات كبيرة؟ لازم اخليها كانيولات اثنين وثلاثة واعصرها للفلويد بحيث انطي كل الشهوايه لانه لو الحق لو ما الحق افقده للمريض. اذا هو اللي يسبب لي الوفاه بالمريض المحروق هو النقص بالمغذيات بالاول يعني من الرينال شت داون. ما راح يموت للمريض المحروق بسبب تسمم الدم الجرثومي باول يوم ويومين ثلاث ايام. سبب الوفاه باول يوم يومين انه من الرينال شت داون اللي هو سببنا احنا. إذا المريض جاينا ما متأخر وإحنا تأخرنا بالعلاج مالته هذا إحنا السبب. بس إذا هو إذا متأخر كلش هاي هو حظه. وسبب الوفاة الثاني مالت المريض المحروق inhalational هاي هم مو بيدينا. أما septicemia اللي يعني الناس نسمعها على طول هذا توفش عدة تسمم الدم الجرثومي هذا infection بكتيريا هاي ورا أسبوع ورا 10 أيام يلا تبي مو بالبداية. إذا معناها الكانيولا مهمة لو مو مهمة؟ جدا مهمة. لايف سيفنج. كانيولا دبرت دبرت ما دبرت ادز على المقيم الاقدم مقيم شاطر مضمد شاطر بحي يدبر لي كانيولا. ما دبرنا كانيولا اسوي فينس قدام قص وريد عملية قص الوريد يعني افتح السكن واطلع الفين واشوفه بعيني واخلي له يدمغ لي بالجراح العام. ما دبرت اجيب المقيم الاقدم ابو القلبية ابو الاوعية الدموية اسوي لي سنترال لاين وهكذا. فهي الكانيولا لازم انطي فلويد. مفهوم؟ دكتور يعني نقدر نعطي أكثر من كانيولا واحدة؟ كانيولات اثنين وثلاث كانيولات حكيتها أنا بس يجوز سبب الإنترنت ما سمحتني ياسر. نعم دكتور. دائما يجيكم مثلا المريض أفرض قليلة فد فوليس كاتيتر فد مستوصف أو فد شيء وشفت بلد دائرة مدار الفوليس كاتيتر معناها أكو ترتب مسوين أنجري. تستدعي أبو البولية تسعد المقيم أقدم على البولية قد يسوي لك ريتا فترايزيشن ونعيدها تتفون على هاي هاي ورا ما ينجلف بالبيتادين وخليت الفوليس كاثيتر وشفت بالفوليس كاثيتر فريت كالوريول شو نتوقع شو الأسباب إنه هذا المريض المحروق ريت كالوريول destruction of myocytes and rhabdomyolysis. Myoglobin urea. Hemoglobin urea, excellent. أنتوا شنو أنا شارح لكم هاي المحاضرة بالخامس؟ لا دكتور ما عندي. إسباع والله خوش. الدكتورة شو اسمك اللي قالت hemoglobin urea؟ ريان. كل صحيح. إنه إحنا اليوم إحنا موضوعنا حروق. thermal damage. اللي عادة انحرق الدرجة الأولى بس احمرار، الدرجة الثانية بس الأبيديرمس وجزء من الدرمس، والدرجة الثالثة اللي هي الدرمس كلها للشحم. هذول كلها ستراكتشرز بيها بس كابيلاريز، ما عندي مصل فقط. صح؟ يعني ما عندي مايوغلوبين اللي يتحرر لي من المصل. فهاي يوجوالي هو ديو تو شنو؟ هيموغلوبين. يعني الهيموغلوبين الار بي سي دي سبب ديستركشن يطلع لي الهيموغلوبين يروح لي للكلى. وده يصير عندي هيموغلوبينوريا اللي هي سبب الديب كلر يورين. مفهوم؟ بس في حالة الإلكتريكال بيرن الحرق الكهربائي اللي راح نحكي يوم الاثنين عقب باكر هاي لا يصير عندي مصل دمج. المصل دمج راح يتحرر لي المايوغلوبين اللي يشبه الهيموغلوبين وهم ينطيني دارك كلر يورين. مفهوم عيوني؟ إذن لما أقول لك شنو السبب of dark كلر يورين and thermal burn تقول لي هيموغلوبينوريا.
شنو السبب ما الدارك يورين ان الكتريكال بيرن؟ شنو تقول لي؟ تقول لي مايوغلوبين يوريا. ليش مايوغلوبين يوريا؟ لانه دمج مالت من مال المصل فيتحرر لي، يعني ربدو مايولايسي فيتحرر لي مايوغلوبين. الفورمولا مالتنا مالت الحرق شو اسمها؟ باركلاند فورمولا، عادة تقروها باركلاند. هاي هي المستشفى مال باركلاند موجودة بدالاس تكساس، باركلاند هوسبيتال. مفهوم؟ يعني هاي الصور من قلب الحدث، هاي باركلاند هوسبيتال مالت الحروق. هاي باركلاند هوسبيتال، هاي بال 2007 هذا مدير الحروق هناك. زين هسه نجي الباركلاند فورمولا نكتبها. شوفوا كل فورمولا الدافع عن روحها، واحد يستخدم لفلان شيء، واحد يستخدم لفلان شيء. احنا ما علينا بكل الفورمولات، احنا نحكي على صفات من؟ على صفات الباركلاند فورمولا. صفات الباركن فورمولا تستخدم للهارتمان سوليوشن اللي هو الرينجر لاكتيت، يعني مو تستخدم للنورمال سلاين مثل ما احنا نستخدمها لما نخلصين رينجر. بس احنا لما نخلصين رينجر نستخدم كلوفش سلاين، نورمال سلاين، شو نسوي؟ بس الصفات مال الباركن فورمولا هي لازم رينجر لاكتيت سوليوشن. مفهوم؟ شلون هاي شلون تحسب للرينجر لاكتيت سوليوشن؟ تحسب لي اياها 4 في البرسنتج في الكي جي. احنا مو قلنا بس عاملين تحدد لي كميه الفلويد، برسنتج في الكي جي في 4. يطلع لي كميه الفلويد اللي لازم نعطيها للمريض المحروق باول 24 ساعه هي هاي باركلن فورمولا. اذا بمعنى انه اذا نفترض واحد سالك قال لك باركلن فورمولا يوز نورمال سلاين، بس تسمع نورمال غلط. باركلن فورمولا يوز رينجر لاكتيت صحيح، يوز رينجر صحيح، يوز هارتمان سوليوشن صحيح، كلها نفس المصطلحات. مفهوم؟ بس تغير لي بهذا الفلويد هاي مو باركلن. او مثلا قلت لك باركلن فورمولا كالكوليت خلال اول يوم ونص، خلال 36 ساعه، غلط. تحسب لي هاي الفلويد ثيرابي مال اول 24 ساعه فقط. مفهوم عيوني؟ هاي صفات مو بيدي، ما نغيرها، هي هاي الفورمولا هي. لما تقول مثلا 36 ساعه هاي الميور ماونت فيرنون فورمولا تحسب لي مال بيج، تختلف كل تتغير هي بها غير فورمولا غير نظام غير وضعيه. هسه هاي الباركلن لا تقروها ريليتيفلي هايبوتونيك، بها صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وكلورايد. صوديوم كلورايد از نوت يوزد بيكوز اوف ريسك اوف انديوسينج هايبركلوريميك اسيدوسيس ضد النورمال سلاين. اكو لا فورمولات مال نورمال سلاين تستخدم للنورمال سلاين، ما علينا بيه. احنا نريد اليوم فقط على الباركلن فورمولا. مفهوم؟ حكي واضح؟ واضح دكتور، واضح. نعم دكتور واضح. زين هسه باركلن شلون تحسب لي 4 في البرسنتج في الجي؟ ليش 4؟ هو شو يسوون مثلا مريض محروق البرسنتج مالته لنفترض 20% لنفترض، ووزنه خلينا نختصر الارقام سهله 20 كيلو، ف 20 في 20 400. 400 شلون نعرف انه هاي الفورمولا مالتنا زينه بها خير تكفي هاي المغذيات لو ما بها خير؟ نشيك اليورين اوتبوت. احسن شيء هو اليورين اوتبوت، احسن مونيتور. طلع يورين هوايه زين معناها الفلويد اللي نعطيه زين، طلع يورين قليل اوليجوريا معناها لازم انا زيد الفلويد. الى ان قام يزيدون الى ان وصلوا الى رقم في 4. على الواحد يسوي 2 جت 4، جربوا في 1 وفي 2 وفي 2.5 وفي 3.5 وتجارب الى ان وصلوا الى 4. مفهوم؟ اذا هي ال 4 في البرسنتج في الكي جي، ايش يطلع لي كميه الفلويد رينجر لاكتيت باول 24 ساعه؟ هل كميه الفلويد مال 24 ساعه مال يوم واحد ايش قد ننطي كميات كبيره بالثمان ساعات الاولى؟ صح، وراها ننطي اقل، وراها ننطي اقل، ثاني يوم ننطي اصلا مينتنس كلش اقل. مفهوم؟ ليش باول يوم هوايه؟ تذكرون السلايد الاول الكابيلاري بيرميبلتي يكون مفتوح، الامه كلها مفتوحه. اذا بمعنى شلون انطي نص الكميه باول ثمان ساعات وربع الكميه بثاني ثمان ساعات
وربع الكمية الثالثة 8 ساعات، صح؟ يعني نص الكمية بثمان ساعات الأولى والنص الثاني بال 16 ساعة الثانية. أنتوا قسموها على اليوم 24 ساعة، يعني 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات. أول 8 ساعات أنطي نص الكمية اللي أنا حسبتها بالضبط، يعني 4% في الكي جي أفرض طلع 20 بطل مغذي، أنطي 10 بطالة بطل مغذي 10 بطالة أول 8 ساعات، والعشرة بطالة الثانية 5 بطالة ثاني 8 ساعات و5 بطالة ثالث 8 ساعات. مفهوم؟ نعم دكتور مفهوم. Yes. دكتور إذا patient عنده adrenal injury راح نقدر نعتمد على اليورين؟ إذا patient مثلا صار عنده acute kidney injury أو renal failure راح نقدر نعتمد على اليورين output؟ هسه نجيها بالمونيتور كلام السريع، هسه نجيها هي وبدايبيتس بالمونيتور إن شاء الله في الدليل. اكو شيء هدانا افرضوا هذه هاي القاعده الجوه مو الا تكتبوها هذه انا هسه دا اشرح عليها. يعني نفترض خلينا نقول المثال 1/4 في البرسنتج في الكي جي، البرسنتج 20 والكي جي 20 في 4 400 في 4 1060 اي نعم دكتور 800 800 وين نعطيها؟ باول 8 ساعات من أول 8 ساعات أنطي بها 800، يعني معناها بالساعة الواحدة شقد أنطي؟ 100 صح؟ بالساعة الواحدة معناها أنطي شقد 100، بينما هاي الطريقة بعد أسهل أضرب 0.25 في البرسنتج اللي 20% في الوزن اللي 20 رأساً ينطيني 100 بالساعة خلال أول 8 ساعات. نفس الشيء شغلة رياضيات. فهمتوا كلامي؟ لا تدخون بهاي الأرقام، أريدكم أنتم تدخون بهاي 4% كي جي نصها بأول 8 ساعات ربع الثاني 8 ساعات والربع الأخير الثالث 8 ساعات. هسه نجي سؤال يقول لك إن أدلت حسب الباركلين فورمولا بأول 24 ساعة اللي هم الباركلين فورمولا ننطي قد تحسب الفلوس؟ تقول لي 4 في البرسنتج في الكي جي. بالكتب شو يكتبون مرات؟ يكتبون 4 per percentage per kg، ترى معناها في هاي البير مو معناها تقسيم، مفهوم؟ نعم نعم قوطية بيبسي per doctor، يعني كل طبيب أنطيه قوطية، يعني إذا عندي 50 طبيب أنتوا 43 طبيب 43 قوطيتك. أنا أقول كير يعني لكل، مو معناها تقسيم، لأنه مرة سأل الطبيبة قام تقسم لي قام تقيم مريض بالسي اس تي ار، مفهوم؟ مفهوم. لما أقول كير في كان هاي القاعدة هي أربعة في الويت في الكي جي في البرسنتج في الكتاب ما مكتوب هي مكتوب أربعة كير ويت كير برسنتج، بس أنا بسوي في على مود ما تشيل ما تدوخون ماكو تقسيم، مفهوم عيوني؟ نعم دكتور والله. هاي أنا ليش هاي السلايد خالة بوحدة وأنا قبل شوية حكينا الأدلت أول يوم 4 في البرسنتج في الكي جي، شنو المشكلة الموضوع؟ ما دام قلت أدلت معناته اختلاف عن الأطفال، تعرفوا إنه بالأطفال إذا خليت يوم كامل للطفل أنا أنطيه فقط هارتمان سوليوشن راح تلاص. ليش؟ لأن الهارتمان مش بيه، تذكرون هذا السلايد، بيه صوديوم، بوتاسيوم، فلورايد، كالسيوم، وبيه لاكتيت، بيه كلوكوز، ما بيه كلوكوز. صوديوم هايبوغلايسيميا. عافية، الطفل شنو المشكلة؟ يصير عنده هايبوغلايسيميا، وتبدي الكمبليكيشن مال هايبوغلايسيميا، ممكن يصير عنده هايبوغلايسيميا فيت، هايبوغلايسيميا كوما. إذن بالأطفال، مو هيك القاعدة، بالأطفال بأول 24 ساعة نفس الباترن 4 في البرسنتج في الكي جي هي هارتمن بلس مينتيننس بلس زائد انطي المينتيننس اللي هو احنا نبديه بالادلت من ثاني يوم اللي هو دائما المينتيننس بي جلوكوز كونتيننج سوليوشن، مفهوم؟ الطفل ليش انطي من اول يوم جلوكوز؟ لانه عنده الليفر مالته نوت ويل ديفلوب، لايكوجين ستور مالته قليل فما يعوض،
على مود نمنع الهايبوغلايسيميك كومبليكيشنز. مفهوم عيوني؟ مثل ايش المغذيات اللي فيها جلوكوز كونتيننج سوليوشن؟ جلوكوز 4% دكستروز ان 1/4 اور 1/5 نورمال تايم. واي عم اكيد شايف فيها هاي المغذيات في مستشفى الاطفال او جلوكوز سلاين عادي. زين، ثاني يوم الاول يوم نبدي البارتلين وبناحية الأطفال المنتنس من أول يوم. ثاني يوم بالنسبة للأدلت أجيب منتنس. المنتنس تتوقعون بقد كميات الفلويد اللي طناها بأول يوم؟ لا، أقل. ليش أقل؟ لأن الكابيلاري بيبر دوغتي راح ترجع تقريبا للطبيعة. أقوم أنضي أقل. هالكميات القليلة نسميها منتنس. يعني شلون الطيارة أول ما تطير الضخ بنزين كلش عالي إلى أن توصل إلى المدى المعين أو الارتفاع المعين تكون تمشي هيك شيء منتنس. في البداية المريض محروق أول يوم كلش كمية كبيرة خاصة أول 8 ساعات وراها أقل، ثاني يوم أقل. المنتنس شلون نريد نحسب؟ من يخبيه؟ أبد من يخبيه. أي فلويد لما نريد أحسبه عندي عاملين فقط لتحدد الفلويد برسنتج والكيج. لما أحسب المنتنس ما بيها في أربعة، يعني مو فورميلا، بيها شيء فشي سهل إنه بثاني يوم لما أحسب المنتنس هي فقط مجرد البرسنتج في الكيجي. يعني هسه مثلا المنتنس مالتنا انا وياكم ايش قد انا احتاج منتنس فلويد؟ عاده هو بقد اللي اذا فقده بالادرار رفلي. يعني عاده الادلت خلينا نقول من لتر ونص الى لترتين، صح؟ بالاطفال صحيح. تختلف على الكيجي. يعني مثلا اي واحد وزنه فوق ال 20 كيلو يحتاج 20 سي سي لكل كيلو. يعني انا مثلا وزني 80، 20 كل كيلو 20 في 80 1600 احتاج باليوم، صح؟ تقريبا بقد الادرار ينضاف لها بقد اللي اسعاري. مثلا دا احكي وياكم اكثر ما انتم تحكون معناه دا افقد اني هماتين ووتر بالحكي مالتي. حاره الغرفه، اعايق، اسهال، غيرها، هاي يسموها النورمال ديلي ريكوايرمنت اللي هي هاي الارقام 20 فما فوق احتاج 20 سي سي لكل كيلو. شوية وزن المريض إلى حد 10 كيلوات يحتاج 100 سي سي للكيلو أكثر. ما بين 10 كيلو 20 كيلو يحتاج 50 سي سي بير كيلو. واحد هاي النورمال ديلي ريكوايرمنت مال الانسنسبل ووتر لوس. مفهوم؟ زين، عندي أنا هذا المريض محروق، محروق الإيدية والرجلية. وثاني يوم هذا المريض المحروق الإيدية والرجلية هاي بعدها تنضح، بس النضح أقل من ما في أول يوم. إذن هذا بالتأكيد يحتاج بالإضافة اللي أنا وياك نحتاجه، نحتاج أن نعوضه بقد هاي اللي دا ينطح شوية اللي يروح للإنترستيشن ودا يطلع بالجو اللي نسميه evaporative water loss، أو اللي ينسى مصطلح evaporative يعني يتبخر، يقول الwater loss through the burned area بأي سلوك. مفهوم كلامي؟ جد هاي المغذيات أو السواء اللي دا يفقدها خلال المنطقة المحروقة هي عبارة عن percentage في الكيجي، ماكو في أربعة. مفهوم الكلام؟ إذن المنتنس فلويد لما نحسبه هو عبارة عن الفلويد اللي ينفقد خلال المنطقة المحروقة اللي اسمها evaporative water load زائد النورمال daily requirement. النورمال daily requirement هاي والevaporative water load هي percentage per kg، يعني في percentage في kg. ما عليكم بواحد أر، واحد أر يعني راشن، يعني شلون الحصة التموينية. فالبرسنتج في الكي جي بوحدهم هو الإيفابوراتيف ووتر لوس، ونضيف لها النورمال ديلي ريكوايرمنت. واحد قد يسأل روحه ويقول احنا دارسين بالأطفال لما نعالج الدياريا، يعني هاي تنضاف لهاي وهاي تنضاف لهاي، تذكرون بالأطفال بالحروق؟ لا، لأنه خاف نسوي أوفر هايدريشن، لأن أنا دا أنطي إيفابوراتيف ووتر لوس ودا أنطي النورمال، ما أجمع هاي هاي. فهمت الكلام؟ فهمتوا عيني كلامي لو واضح ولا لا؟ شلون دكتور ديلي؟ بس دكتور ديلي ريكوايرمنت شلون؟ يعني اذا هو اكثر من 20 تحسب بس 200 سي سي؟ اي نعم 200 سي سي لكل كيلو، هذا اكثر من 20، 20 سي سي كل كيلو. يعني احنا ادلت انت اي نعم تحتاج 20، انت وزنك قد 60 كيلو، يعني 20 في 60 1200 رفلي. رفلي شوف انا بدي اقول رفلي، ليش رفلي؟ لانه احنا شلون نسوي مونيتور للفلويد مالتي؟ شنو البيست مونيتور للفلويد مالتي؟ اليورين اوتبوت.
يورناتور. لا هو البلد برجر ولا هو البولس ريت ولا هو الكابيلري وجه برجر ولا هو السنترال لاين اللي ماك البيست مونتر هو اليورين اوتبوت والمريض المحروق انا كل نص ساعه كل ساعه اشيك لليورين اوتبوت هاي الباركن فورمولا هي تنطيني فد رفع ايديه كبيره في انه هذا المريض مثلا ده يحتاج 20 بطل بس مو معناها هاي صك الغفران 20 بطل يجوز اسويهم 22 يجوز اسويهم 23 يجوز اسويهم 18 17 ليش؟ اعتمادا على اليورين اوتبوت يعني المريض انا مو احسب له مغذيات واخلي يوم راسي 20 بطل واروح الف راسي وانام لا لازم اشيك كل نص ساعه كل ساعه شلون اشيك يورين اوتبوت طلع لي يورين اوتبوت طبيعي معناها انا سرعه الاعطاء مال المغذيات مالتي طبيعي ولوز كميه وسرعه طلع لي يورين قليل ازيد ازيد شنو عم في 1 بوينت على السريع من غير الفيلا مالتي لحين ما اوصله الى يورن اوت بوت طبيعي فهمتوا اذا هسه السؤال اذا اقول لك يا الاهم انه احسب البرسنتج مال البيرن مضبوط جدا وكميه الفلويد اللي يحتاجها مضبوطه جدا لو الاهم شيء اليورن مونيتور اهم شيء اليورين مونيتور المونيتورينج اوف ذا بيشنت مفهوم يعني المونيت يعني الجمله بالضبط هي تنقال المونيتورينج اوف ذا بيرن بيشنت از ذا موست امبورتنت رادر ذان ذا اماونت اوف ذا كالكوليتد اي في فلويد فهمت عيوني هسه نجي البيست مونيتور شنو اليورين اوتبوت اليورين اوتبوت كميه تقريبا بالادلت يعني 30 ل 70 30 ل 100 سي سي بالساعه لانه تقريبا هي نص الى 1 سي سي بير كي جي يعني انا مثلا 80 كي جي كذا 85 صارت قاعده مال البيت 80 سي سي لنفترض معناها انا لازم اطلع بالساعه الواحده 80 سي سي يورين يعني 1 سي سي بير كي صح او صحيح. نص الى 1 سي سي نص ليش نص عرقت هوايه راح يصير ادرامات قليل فهمتوا كلامي حكيت هوايه ادرار الدنيا بارده ادراري هوايه الدنيا صيف وحاره الدنيا ادراري قليل وهكذا فهمتوا كلام فيها رفلي نص سي سي الى 1 سي سي بير كي جي بير اور اللي هي بالادلت 30 الى 70 تقريبا رفلي بير اور صح هاي كميةً أنا أحب كلمة نص إلى 1 سي سي بير كي جي بير أور على مود تعتمد على كل الأعمار حتى الأطفال مفهوم؟ وهذا اليورين على مود يكون هو بيست مونيتر أفضل مونيتر يجب أن يكون نوت كلايكوز يورين and not produced by osmotic load شنو معناها should be not كلايكوز يورين يعني شنو معناها المريض أنا المحروق لما أشيك الإدرار مو أشيك خاصة بالكبار ما أشيك فقط كمية الإدرار وإنما أشوف بي عنده ثلاث صلايب أربع صلايب يعني كمية السكر بالإدرار ليه؟ لأن إذا هو دايابتك المريض أبو السكر دايابتك هو عادة يبول هواية تمام؟ أنت منضيف لويد تمام منضيف لويد هو يبول هواية إذن هذا الكلايكوزيوريا اللي عده سوت اليورين اوتبوت جود مونيتور لو سوت باد مونيتور باد مونيتور باد تمام ايضا هذا المريض المحروق واحد منطي يعني جابوه مو بالطوارئ وشافوه قريب المشوك ودوروا على ديكستران ماكو ويريدوه ما يموت وراسا عندهم فقط ديكستران قصدي ما نطورين لقوا ديكستران اللي هو بلازما اكسباندر اللي تزيد لي الفوليوم مال البلد مفهوم هل ديكستران هذا سوت لي اليورين will be produced by osmotic load لان احنا خلينا سبستنس الازمولاريتي مالتها عاليه اللي خلتها تجبرها للكلى ان تطلع لي اليورين حالها حال السكر باليورين فهمتوا كلامي فيسموه هذا اليورين is produced by osmotic load او واحد منطي لازكس او واحد منطي مانيتول هذا يجبرها للكلى ان تطلع لي يورين هاي بهالحاله راح يصير اليورين اوتبوت باد مونيتور وليس بيست مونيتور اذا على مود اقول لك شنو البيست مونيتور وصفاته
للمريض المحروق تقول لي اليورين أوتبوت should be كمية نص إلى 1 سي سي per كي جي per hour و should be not glycosuric and should be not produced by osmotic load. مفهوم الكلام؟ الكل فاهم الكلام؟ أمير فاهم الكلام؟ ياسر؟ ريام؟ نعم دكتور. نعم دكتور نعم. نعم. هسه نجي على هذا الكويز، هو مو سؤال يعني امتحان، ما عندي امتحان. بس كل من يحله هيك بمخه ولما أقول انطوني الرقم تقولوا لي. يعني يحكي واحد من عنده. Suppose you receive a patient. أنا مختار أرقام سهلة. هو بالحقيقة مو هاي الأرقام. بس أنا مختار رقم سهل على مود واحد يحله ممكن بدون الموبايل أو الحاسبة أو ورقة أو قلم. Patient وزنه 20 كيلو. 8 hour after sustaining 20% partial thickness of lane. تمام؟ What is the amount of the fluid needed for the following 8 hours? What is مفرد رقم كمية الفلويد المطلوبة اللي يحتاجها المريض خلال الثمان ساعات القادمة؟ 800 مو قلنا اللي تحكي من كيف؟ طارة النسبة لايك مالتك. اوكي؟ Suppose you receive a patient 20 كيلو body weight 8 hour after sustaining 20% partial thickness of lane. What is the amount of fluid needed for the following 8 hours? أنطيكم 10 ثواني تفكير. يلا هسه اعطوني الارقام. شو تقول ياسر ايش قد؟ دكتور يعني نيكست 8 اور يعني هذا الثاني نعطي ربع. ما اريد شرح، لا ياسر اصبر لي. اريد رقم 400 مدى نشرح. دكتور 800 سي سي. احمد باقر ايش قد؟ 800 سي سي. علاوي ايش قد؟ مدى ايش قد؟ دكتور 400 دكتور 400 400 تمارا ايش قد؟ عذراء وين؟ 400 ما حد يفتح الشكل مالكم. احمد جاسم ايش قد؟ 400 دكتور. ولا واحد بكم صح، ضوشتوني. معناها أنا شرحي معناها شرحي غير مقنع. أي بارشل مو توتال. بارشل يثكنس يعني أعتقد أصلاً. باعوا السؤال. طبعاً هذا السؤال جابوه لما كنت هناك للبورد الأمريكي. يعني سؤال كامل يعني مصيبة. هذا اللي نحتاج الأيج. يعني لو يعني هم الفيتال مستيك، يعني لو جواب فول مارك لو زيرو يخوفون هيك اسئله. بعو انا اختاريت عشرينات، عشرين هاي دوخه بيها اللي هو طفل اللي هو كبير، بس انا على مود الفكره. هسه نجي سبوز يو ريسيف ا بيشنت 20 كيلو بدي ويت، وزنه قد 20 كيلو. لما يقول لك 8 اور افتر سستيننج 20% بيرن معناها هو جاي متاخر 8 ساعات. لما يقول 8 hour after sustaining هالقد معناه هو جاي متأخر 8 ساعات، يعني 8 ساعات كاملة هو ما ماخذ بيها فلويد ثيرابي. فهمت كلامي؟ نعم دكتور. لما 8 ساعات كاملة ما ماخذ بيها فلويد ثيرابي، وش يقول لك السؤال؟ What is the amount of the fluid needed for the following 8 hours؟ 1200 منا إلا 8 ساعات الجاية. منو قال 1200؟ أي
اللي قال أبو ميشان صحيح. لأن النهاية أنت لما تجاوبين تقولين هذا 4% في الكي جي يساوي 1600، نص الكمية سهم تساوي 800 من أول 8 ساعات، نص هاي ينطوج زيرو. ليش؟ لأن دي تكتبين فاسن فورميلا عمياوي، أنا أريد فاسن فورميلا for this particular patient in this particular circumstances. مفهوم؟ هذا المريض محروق 20، وزنه 20، جايني متأخر 8 ساعات، يعني هسه الساعة اللي نترب 12 ومحروق من قبل 8 ساعات، ودا أقول لك حسبي ليا من أنا إلى 8 ساعات الجاية أنت لازم تمضين حسب الفارنك فورميلا اللي هي بس 400 واحد تسوي الفارنك 8 ساعات الثانية، تمام؟ ربع الكمين بس لازم وياها تمضين مال 8 ساعات الفاتت اللي هي 800، ف 800 زائد 400 صار 1200 خلال 8 ساعات الجاية. فهمت اللوفة بالسؤال؟ اللوفة بالسؤال افتهمتوها لو لا؟ نعم واضحة واضحة. اللوفات اللي بالسؤال شن هي بالسؤال؟ طبعاً أنا ما أدوخت أقول لك 20 كيلو بودي ويت، أدري 20 كيلو بودي ويت هذا طفل وراح تدوخ، إذا طفل أقول لك child عمره هالقد مثلاً، أوكي؟ ما أدوخت، بس أنا بس مجرد غيرت الأرقام على مدى سهولة التقدير. أو مثلاً ما أقول لك 20% partial thickness burn، أقول لك burn of both lower limb. على مدى عرفك تعرف انت الرول اوف 9 لو لا، يعني شو تسوي حاكم، مو صحيح؟ نعم. او اللوفه الاخرى الثالثه اقدر اقول لك بيرن اوف بوث لور لم وعند الرايت ليج كانت ثيرد ديجري ديب بير، واقول لك انه هل من ضمن الاسئله مو بس وات ذا اماونت ديد فور ذا فالونجر، هل المريض يحتاج بلاد؟ بتقول لي يحتاج 1 باينت بلاد، اشيلها من واحد بطاله من المنتنس فلود دي ثاني يوم لأن أخاف أمطي باليوم الأول بلاد، مفهوم؟ أقول لك اللوفة الأخرى أقول لك درجة حرارتها ترى 40، تقول لي أضيف لفد 2 pint glucose water بالأضافة للمغذيات اللي أنا حسابتها. ليش؟ لأن عندي 1 pint glucose water الكل درجة مئوية فوق 38. تهمت اللوفات مال السؤال؟ أو أقول لك بالمنتنس لا مال الووتر تنطيها بأول يوم، ليش بالمنتنس؟ المنتنس تنطيه فقط لبلاد، أو مثلاً قلت لك what is the amount needed for the following 16 ساعة أو for the following 3 days، تقول لي for the following 3 days يعني هو جاني 8 ساعات، يعني خلال هال 16 ساعة رح نضيع أنا هالقيت خلاص اليوم الأول، باليوم الثاني أبدي منتنس. واحد يسألني يقول لي زين دكتور رحنا هاي المنتنس يعني إلى متى أنا أستمر؟ إلى متى؟ 7 أيام 10 أيام ليوين؟ لحد ما يصير أقل 10 بالأدلت وأقل 15. أنت بيشر عندي ريام قاسم محمد، أنت بتجاوبي؟ من تجاوبني يا دكتورة؟ لحد ما يصير شو اسمه الدقري يعني أقل النسبة أقل من 10% بالتشيلدرن وأقل من 15 بالأدلت. ستوب. صحيح جدا ريام عاشتيدي. يعني احنا نوصل الى الحد لما هو ما يحتاج بعد فلويد اللي هي ما يحتاج ادمشن، مفهوم؟ ليش؟ لانه نقدر نعوضه بعد يقوم هو يقدر يشرب بدون بعد المغذيات. طبعا احنا مثلا واحد نفترض محروق عند اللور ليم وانا سويت له ترقيح هاي راحت من البرسنتج انسدت، مفهوم؟ او مثلا بارتشال ثيكنس بيرن وهي طابت من كيف خلال 10 ايام صار هيلينج هاي بعد تنشال من نسبه الفلويد، فتقوم تقل كمية الفلويد اللي احنا بنحسبها للمريض شوية شوية. أي واحد عنده سؤال يسأل أنا حاضر، كتبتوا إيميلي موبايلي أنا حاضر لأي سؤال كان. من دوقكم بالنيور فورميلا هاي مال بوست جرادويت؟